المحكمة العليا الروسية تخفض شهرين فقط من العقوبة المفروضة على ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه لبيديف المسجونين منذ العام 2003، وسيخرجان من السجن في آب أغسطس من العام المقبل، حكم وصفه المرشح السابق للرئاسة في روسيا بالمعيب والمسيس. وقال محامي الدفاع عن خودوركوفسكي: إذا استخدمنا كلمة العدالة في هذا السياق يمكن القول أن الحكم الذي صدر هو استهزاء آخر من العدالة قامت به المحكمة العليا، وبطبيعة الحال هنالك فرق بين قضاء شهرين في السجن أو شهرين في الحرية. محامي الدفاع كان يطالب المحكمة بالإفراج الفوري عن موكليه الثريين خودوركوفسكي ولبيديف المحكومين منذ العام 2005 بعد اتهامهما بالفساد والتهرب الضرائبي وسرقة أموال النفط.